اهلا بيكم اصدقائي الاعزاء. معنا النهارده ناموسة الجميل وصديقه جميله من زاويه الارض. صديقتنا الجميله فقدت احس قيم وبرد قوي وعزيمه واصرار. بتعيش حياتها رغم كل التحديات اللي بتمر بيها. كتير من الناس بينظر للاشخاص ذوي الاعاقه على انهم اشخاص عجزة غير قادرين على الحياة وغير قادرين على العطاء. بيسبب لهم ألم نفسي كبير نظرة المجتمع ليهم، وتعليقاتهم اللي بعض الأحيان تكون سخيفة ونظرتهم اللي كلها شفقة. أصدقائنا من ذوي الإرادة بقوة إرادتهم وعزيمتهم كل يوم بيثبتوا لنا إن هم قد التحدي.